إلى ملف الهجرة، ففي وقت لا تزال تتدفق فيه موجات من المهاجرين من الضفة الجنوبية للمتوسط باتجاه الضفة الشمالية، لا سيما في إيطاليا واليونان. قالت منظمة اليونيسف إن أعداد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023 تضاعف أكثر بثلاث مرات من عددهم في الفترة نفسها من العام المنقضي. وتعاني إيطاليا خاصة من ظاهرة تدفق المهاجرين إلى شواطئها، ما دعا الحكومة الإيطالية للتباحث والتعاون مع تونس حول طرق الحد من الظاهرة. هذا وفشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح في سياسة الهجرة للاتحاد بعد أن اختلفت ألمانيا وإيطاليا حول مقترحات رئيسية تتعلق بضمانات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز ودور المنظمات غير الحكومية الألمانية في إنقاذ قوارب المهاجرين. لمناقشة هذا الموضوع أكثر أرحب بضيفي السيد عبد الفتاح محمد، رئيس منظمة الإنقاذ البحري من إيطاليا. أهلا بك سيد عبد الفتاح معنا. بداية يعني أهلا بك، ما الذي يفسر ارتفاع هذه الأعداد أو بنسبة الضحايا بثلاث مرات عن العام الماضي؟ بالتأكيد الرقم مرتبط حتى بعدد الواصلين إلى الأراضي الإيطالية، فكلما كان عدد الواصلين أكثر زاد عدد الضحايا، لأنه كما نعلم الرحلة ليست سهلة والمخاطر موجودة دائما. ما هي العوامل التي أدت لذلك؟ العوامل أكثر شيء مراكب مهترئة، بعض العصابات اللي موجوده الان تسلطت على المهاجرين داخل البحر وتنهب الموتورات من المراكب فبيتركوهم داخل البحر من دون موتورات مع المراكب. بالتاكيد الوضع يعني حتى المراكب من حديد ليست مؤهله انها اصلا تقود الرحله، فبالتالي المخاطر كثيره والعدد كبير والمهربين كل ما رأوا انه عدد المهاجرين اكثر كل ما ارسلوهم بمراكب اقل جوده. سياسات الاهمال ايضا سيد عبد الفتاح، عدم تدخل فرق الانقاذ في الوقت المناسب، الى اي مدى ايضا حقيقه يلعب دورا في ازدياد اعداد المفقودين؟ هذه حقيقه، واعتقد واحده من المشاكل اللي بنعاني معاها مع السياسات الأوروبية اللي هي صارت يعني عدو للمنظمات الإنسانية اللي بتنقذ المهاجرين. بالتأكيد دور كبير جدا، لأنه لا يعني كل رحلة نحن على الأقل ثلاثة أو أربعة مراكب يتم إيقافها بحجج واهية وبحجج صراحة لا تقنع حتى شخص الطفل يعني. مع تعمد السلطات وخاصة الإيطالية هنا في الوقت الحاضر، تعمد السلطات الإيطالية لإرسالنا لأبعد ميناء ممكن لأخذ بعض الوقت، ومن الطبيعي أن المهاجرين حينما يأتوا بالآلاف ولا يجدوا شخص لينقذهم في البحر، فالنتيجة هي ضحايا أكثر وموت أكثر. لافت أيضا سيد عبد الفتاح في تقرير اليونيسف هو موضوع الأطفال القُصّر، يعني تتحدث الإحصائيات عن أعداد كبيرة جدا للأطفال القُصّر، وتتحدث أيضا عن حتى عن ظروف احتجاز هؤلاء الأطفال عندما يصلون. عادة ما يتم خلط هؤلاء الأطفال مع البالغين وهو ما يؤدي إلى عواقب غير محمودة حقيقة. إلى أي مدى هذا الموضوع يحتاج لوقفة أكبر أيضا من الدول الأوروبية؟ الشيء المخيف، نحن اليوم كنا في مؤتمر نتحدث عن هذا الموضوع، لأن هناك قانون جديد، القانون هذا بيسمح للسلطات إنها تحتجز الأطفال القُصّر وتحتجز أي شخص حتى لمدة 18 شهر في 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 أماكن مغلقة، أماكن غير إنسانية، وهذه هي هذه آخر محاولة للسلطات لإيقاف الهجرة، لكن بالتأكيد محاولات فاشلة وحلول فاشلة لموضوع الهجرة. طب يعني رغم كل هذه الأعداد الصادمة حقيقة للضحايا، لكن يعني كيف يفسر عدم قدرة الدول الأوروبية على الاتفاق على سياسات محددة في هذا الموضوع؟ كيف يفهم ذلك؟
موضوع الهجرة ليس موضوع إنساني بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية، لكنه موضوع سياسي. يعني العديد يعني منذ 2015 بعد وصول كمية السوريين، مليون سوري، من ذلك الوقت رأينا صعود أحزاب اليمين في أوروبا، ومن ذلك الوقت تم أخذ الموضوع النظرة للموضوع كموضوع سياسي أكثر من أنه موضوع إنساني. وهنا تكمن، يعني حينما يتم سرد المهاجر كمشكلة، كمجرم، كشخص ممكن يؤثر على الاقتصاد الوطني، فبالتالي بالتأكيد هنا الرأي العام سينقلب والنظرة العامة ستكون نظرة سياسية أكثر من كونها نظرة إنسانية. في ظل استفحال هذه الظاهرة بشكل كبير جدا، يعني إيطاليا ربما من أكثر الدول التي تعاني جراء هذه الظاهرة، هل يتوقع أن يكون هناك أي قرارات جديدة؟ إيطاليا تعاني من الوصول ولا تعاني من الاستقبال، وهذه واحدة من الأشياء اللي نحن يعني نعاني فيها مع السلطات الإيطالية، ونحاول إقناعها أنه نعم هناك العديد من الواصلين، لكن هذا لا يعني أن كل هؤلاء الواصلين يريدون البقاء في إيطاليا. فبالتالي أعتقد المشكلة تعمد السلطات الإيطالية في سرد القضية كأنها قضية، وكأن إيطاليا لا أدري ما الذي يحدث في إيطاليا، فمبالغة كبيرة، لأننا إذا رأينا 100,000 شخص أو 160,000 وصلوا، من أين وصلوا هؤلاء الأشخاص؟ وصلوا من تونس، إذا فلنتحدث عن مشكلة تونس وما عانته تونس من 100، كم تبقوا في تونس ليصلوا 160,000؟ لماذا لا تتحدث تونس كما تتحدث إيطاليا أو ليبيا أو الشخص أو السودان أو كل الدول هذه؟ أنا أعتقد في تضخيم للقضية، والعدد لا يعني ليس مستغرب، 2016 كان يصل أكثر من هذا. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الفتاح محمد، رئيس منظمة الإنقاذ البحري من إيطاليا، على هذه المشاركة. كالعادة يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب والتواصل معنا عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.